بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في سلسلة محاضرات قضايا معاصرة في نظام التعليم عن بعد، نواصل إعطاء هذه المحاضرات، واليوم نتكلم عن المحاضرة السادسة، وهو دور المستهلك في الإنتاج. في كثير من الأحيان يكون للمستهلك دور فعال في عملية الإنتاج، وذلك من أجل الوصول إلى أعلى قيمة اقتصادية له، وهو ما يعرف بالقيمة الاستهلاكية. ولكن نجد في الوقت الحالي أن تدخل المستهلك في العملية الإنتاجية أصبح أكبر، وأصبح يبحث في نفس الوقت على رفع مستوى القيمة التبادلية، مما نتج عنه ظهور مصطلحات جديدة. في هذه المحاضرة سوف يتم التطرق إلى هذه المفاهيم الجديدة مع التطبيق الفعلي لهذه المفاهيم، ونوضح ما بين التعاون من أجل خلق منتج والتعاون من أجل إنتاج منتج معين. أهداف المحاضرة: التعريف بمفهوم دور المستهلك في الإنتاج، وأيضا التفريق ما بين دور المنتج في إنتاج السلع والخدمات ودور المستهلك في إنتاج السلع والخدمات. والنقطة الثالثة: توضيح الفرق ما بين مساهمة المستهلك في إنتاج المنتجات أو الخدمات الاستهلاكية وبيعها كتبادل تجاري. والنقطة الرابعة: استعراض بعض الأمثلة على دور المستهلك في إنتاج السلع والخدمات. أولا، مفهوم دور المستهلك في الإنتاج. قبل الشروع في تعريف وتوضيح دور المستهلك وتدخله في عملية إنتاج السلع والخدمات، يجب علينا أن نشير إلى أن هناك تعاون في خلق السلع، وهو يعتمد على تعاون المستهلك في تقديم اقتراحات أو توصيات، أو حتى تدخل المستهلك في عملية الإنتاج لمنتج معين أو خدمة، يعني سواء كان السلعة أو خدمة. وثانيها، ما يطلق عليه التعاون في إعادة تصنيع المنتج، وهو يعتمد على مشاركة المستهلك بالرأي أو المشورة كي يتم إعادة تصنيع منتج أو خدمة قائمة لتتناسب مع مجموعة المستهلكين المستهدفين، سواء كانوا مستهلكين حاليين أو بالمستقبل. ولكن من ناحية أخرى، نجد أن هذه المصطلحات الجديدة التي تعتمد وتهتم بإنتاج السلع والخدمات مباشرة عن طريق المستهلك، ومن ثم إعادة بيعها على نطاق واسع، أن يكون هناك إنتاج السلع والخدمات قائم على مشاركة المستهلك بشكل مباشر. إذن الشركة تنتج وتعمل على بيع السلع بشكل واسع، لكن حتى تستمر الشركة ويكون لها دور، لابد أن يكون تأخذ برأي المستهلك في إنتاج السلع والخدمات، لأنه بالنهاية هو محور عملية الاستهلاك، وهنا لابد أن نميز أو نتكلم عن الفارق الأساسي ما بين هذه المصطلحات التي تقوم على أساس الفارق ما بين استخدام السلعة أو تبادل السلعة، بحيث أنه لابد أن نركز أن المنتج للسلع هو من يقوم بعملية بيعها أو تبادلها، ويقوم المستهلك بعملية استخدامها. لذلك نجد هذا المصطلح يجمع ما بين العمليتين في آن واحد، ليكون هو المستهلك، هو المنتج، وهو المستهلك في نفس الوقت. ولذلك يذكر بعض المؤلفين أن مصطلح بروسيوم بوشن ليس جديد، وتطبقه كان ولا زال في مناحي حياة المستهلك اليومية. فما يقوم الناس فيه عادة من تحسين
أو أوضاعهم أو البيئة التي يعيشون فيهم، يعني زي تحسين الحديقة أو إصلاح سيارتهم أو إنتاج بعض السلع في منازلهم لاستخدامها الشخصي، فإن ذلك يعد نوعا من أنواع تدخل المستهلك في عملية الإنتاج. ويعرف على أنه ذلك العمل الذي يقوم به الناس لإنتاج ما يستهلكوه بشكل مباشر. ويمكن تقسيم التعريف إلى مراحل. المرحلة الأولى وهي حينما يشارك المستهلكين بوقتهم وآرائهم ومهاراتهم لإنتاج منتج معين، أو التواصل إلى خدمة معينة. المرحلة الثانية وهي عندما يقوم المستهلكين بإنتاج ما سوف يستهلكونه باستخدام مواد خام وتحويلها إلى منتج. وفي هذه المرحلة غالبا ما يكون معدل الخبرة لدى المستهلكة مستهلك قد ارتفع. كذلك هناك أيضا النظرة إلى المستهلك للسلع والخدمات اللي هو المنتج. ثانيا اللي هو المنتج والمستهلك للسلع والخدمات في نظرة. إن العلاقة ما بين المنتج والمستهلك هي علاقة قديمة تعني بتبادل منافع لكل منهم وتحقيق قيمة إضافية لكل واحد منهم. وقبل أن تتم عملية التبادل هذه هناك إجراءات عديدة تطبق قبل وخلال وبعد عملية تبادل المنافع. وعلى سبيل المثال فإن صناعة كوب من القهوة تتطلب شخص يقوم بزراعة وحصاد حبوب القهوة، وشخص آخر يجب أن يقوم بتحميص الحبوب وطحنها، وشخص آخر يقوم بتعبئتها وتغليفها ونقلها، ومن ثم تسلم إلى بائع الجملة، ومنه إلى بائع التجزئة، وفي النهاية تصل إلى المستهلك. ومن خلال هذا المثال نجد أن السلسلة التي مرت بها عملية حبات القهوة هي سلسلة طبيعية لخلق قيم حقيقية للمنتج الذي سوف يصل إلى يد المستهلك النهائي. لذلك نجد أن المنتج هو الشخص أو الشركة أو الدولة التي تصنع وتوفر وتبيع المنتجات والخدمات. المستهلك هو الشخص الذي يستخدم منتجاً أو خدمة معينة أو يقوم بمبادلتها مع شخص آخر لخلق قيمة إضافية. ومع ذلك فإن الفارق ما بين الدورين سابقي الذكر لا يوضح حقيقة ما إذا كان الشخص هو المنتج للسلعة أم المستهلك. وقد يكون نفس الشخص هو المنتج وهو المستهلك في آن واحد. وبحسب ما ذكر ماركس فإن خصائص البائع والمشتري غير ثابتة، ولكنها تختلف حسب الوقت والمكان، وتعتمد على السلسلة التي مر بها منتج معين قبل أن يصل إلى يد المستهلك. إذن المنتج قد يعتمد سلسلة معينة حتى يصل هذا المنتج إلى المستهلك النهائي ويقوم باستعماله. ثالثا الإنتاج من أجل الاستهلاك والإنتاج من أجل التبادل. طبعا إنه مصطلح بروسيوم بوشن يمثل على الإنتاج من أجل الاستهلاك والإنتاج من أجل التبادل، وفي حالات كثر وقبل تحقيق الاستفادة من المنتج فإن هناك عمليات كثيرة يجب أن تتم، وأن هذه العمليات هي التي تحقق التوازن ما بين المستهلك والمنتج. وكمثال على ذلك نجد أن أجهزة الكمبيوتر لا تصلح فقط كعلب، بل يجب أن يتم تهيئة الجهاز من قبل المستهلك وإعطائها طابع الشخصي الخاص به. وبذلك ينقسم الإنتاج إلى قسمين، الأول هو الإنتاج من أجل الاستهلاك، والثاني هو الإنتاج من أجل التبادل. والإنتاج من أجل الاستهلاك يقوم بأعمال معينة حينما يعد الطعام في المنزل ويغير زيت سيارته بنفسه ويغسل ملابسه، فإن هذه الأنشطة تندرج تحت السلسلة القيمة والتي من الممكن أن تقوم بها مؤسسات أو شركات ربحية أيضا،
والتي في النهاية تصنع قيمة حقيقية للمنتج أو الخدمة التي يستفيد منها المستهلك النهائي. وعندما تتم عملية التبادل التجاري يتم تحويل المنتج إلى شخص آخر، وبالتالي تحويل المنتج إلى شخص آخر وبالتالي تحويله إلى قيمة استهلاكية. لذلك يقول توفلر إن الاقتصاد الأوروبي يمكن تقسيمه إلى قسمين، القسم الأول ويمكن أن يطلق عليه جانب القيمة الاستهلاكية، وأهم ميزاته أنه يعيد تقييم جميع الخدمات والسلع التي تم الحصول عليها من أجل استهلاكها من خلال الأسرة المحيطة والمجتمع. القسم الثاني هو جانب القيمة التبادلية، وهو الجانب الذي يقاس بالقيمة الاستهلاكية ما إذا كانت مساوية له أو أعلى منه. في الحال يمكن تطبيق كثير من المعايير لقياس المعرفة، وما إذا كانت القيمة الاستهلاكية تعادل القيمة التبادلية التي يحصل عليها المستهلك والتي تميزه عن المنتج، ولكنها تختلف الأسباب التي تجعل شخص ما هو المستهلك أو المنتج. وهناك العديد من الأمثلة التي يمكن أن نأخذها كمثال على ذلك. الإنتاج من أجل التبادل التجاري، مع أن كثير من الدراسات السابقة عن دور المستهلك في الإنتاج قد وضحت ووسعت مفهوم عملية الإنتاج ووسعت دور المستهلك في الحياة الاجتماعية العامة، إلنا لا نستطيع إلا أن نربط جميع الأدوار التي يقوم بها المستهلك على أنها تحقيق قيمة استهلاكية فقط أو قيمة تبادلية فقط. ولكن يمكن القول إن التطور الحاصل في دور المستهلك يعود إلى المبادرة التي قام بها المستهلك لتحسين القيمة الاستهلاكية التي يسعى الوصول إليها من خلال الأسئلة التي يطرحها بشكل مستمر. ولفهم التداخل ما بين هذين المفهومين فيجب التفريق ما بينهما. أولا، الفهم الدقيق لعمل كل قيمة، فالاثنان يختلفان في التصور الخاص لكل منهم، لكون القيمة الاستهلاكية تهدف إلى الوصول إلى السلعة بذاتها، بينما القيمة التبادلية تهدف إلى توصيل السلعة إلى الآخرين. ثانيا، أن الهدف من خلق قيمة استهلاكية هو الوصول إلى أعلى قدر من الإشباع من خلال العمليات التي تؤدي إلى إنتاج سلعة معينة. أما الهدف من ذلك هو خلق قيمة تبادلية، وهو الوصول إلى السلعة أو خدمة مميزة قابلة لأن تنقل إلى المستهلكين بغرض بيعها وليس استخدامها. ملخص المحاضرة، بحيث نتناول في هذه المحاضرة أو تناولنا في هذه المحاضرة النقاط الأساسية التالية: أن الفارق الأساسي ما بين مصطلح بروس يوم بوشن وهو باقي المصطلحات الأخرى التي قد تؤدي إلى نفس المعنى بطريقة أو بأخرى، هو الفارق ما بين استخدام السلعة أو تبادل السلعة. ويتضح ذلك حين نجد أن المنتج للسلع هو من يقوم بعملية بيعها أو تبادلها، ويقوم المستهلك بعملية استخدامها. لذلك نجد أن هذا المصطلح يجمع ما بين العمليتين في آن واحد، ليكون هو المستهلك هو المنتج وهو المستهلك في نفس الوقت. إذن المصطلح الذي نسعى إليه في الأخير أن المستهلك هو المنتج وهو المستهلك في نفس الوقت. يذكر بعض المؤلفين، وليس جديدا هذا الأمر، بحيث في عملية التطبيق كان ولا زال في مناحي حياة المستهلك اليومية
يقوم الناس عادة في العمل على تحسين الأمور الحياة اليومية أو النواحي الجمالية في محيطهم الذين يعيشون فيه، مثل مثلا على سبيل المثال تحسين الحديقة أو إصلاح السيارات أو إنتاج بعض السلع في منازلهم لاستخدامهم الشخصي، يعني اللي كنا نسمي عنها المون البيتية في الطعام، يعني مثلا ما كانت السلع متوفرة بشكل دائم خاصة بعض أنواع الخضار والفواكه، وكانت في موسم معين تكون بكميات هائلة، فكان الكثير من المستهلكين يتحولوا إلى منتجين من خلال إنه العمل على تخزين هذه المواد بعد أن يقوموا بأعمال معينة باتجاهها، مثل مربيات على سبيل المثال، مثل تجفيف البندورة، مثل تجفيف البامية الملوخية مثلا على سبيل المثال، لفصل آخر ويستخدمه في فصل آخر، فإن ذلك يعد نوعا من أنواع تدخل المستهلك في عمل الإنتاج. والإنسان الآن أصبح إنسان متعلم وعنده معلومات كبيرة، فيمكن في نفس الوقت أنه هو الذي يقوم بترتيب حديقته وتنظيفها ووضع الديكور لها وترتيب الأسار والأشجار ولا غير ذلك من هذه الأمور، وبنفس الوقت ممكن يكون هو اللي يغسل السيارة، وممكن هو اللي يغير الزيت للسيارة، ممكن يقوم على سبيل المثال في بعض الأعمال الميكانيكية التي تغنيه من الذهاب إلى الخدمات، على سبيل المثال إلى خدمات إصلاح السيارات، يعني هو نفسه بقوم في هذه الأعمال، وهذه منتشرة كثيرا، وهذه منتشرة كثيرا في معظم مجتمعات العالم. ولذلك يعني خلينا نقول الإنتاج من أجل الاستهلاك يعني له صفات معينة، منها الإنتاج من أجل التبادل، وفي حالات كثيرة أنه تحقيق الاستفادة من المنتج. فإن هناك عمليات كثيرة يجب أن تتم، وهذه العمليات هي العمليات التي تحقق التوازن ما بين المستهلك والمنتج. وكمثال على ذلك نجد أن أجهزة الكمبيوتر، يعني هذا المثال اللي حكيناه قبل شوي بدنا نحكيه، لا تصنع فقط كعلب، مش تعطيك اياها كعلبه، لا، بل يجب ان يتم تهيئه الجهاز من قبل المستهلك، يعني المستهلك لما بيشتري الجهاز ليس على شكل علبه مصمم بطريقه معينه، وانما لا، هذا يجب ان يتدخل هنا المستهلك بطريقه معينه من اجل القدره على استخدام هذا الجهاز، من اجل القدره على استخدام هذا الجهاز وإعطائه طابع الشخصي الخاص به، بحيث لا يستطيع أحد أن يستخدمه إلا هو نفسه، لأن عملية الدخول إلى هذا الجهاز واستخدام هذا الجهاز لا يتم إلا من خلال رموز معينة. وبذلك ينقسم الإنتاج إلى قسمين، الأول هو الإنتاج من أجل الاستهلاك، والثاني هو الإنتاج من أجل التبادل. إذن يعني هذا مثال رائع، ولذلك يعني مثال على ذلك كمان قلنا إنه ممكن المستهلك يكون منتج، مثل إعداد الطعام في البيت، ممكن عملية الغسيل، ممكن عملية الكوي، يعني هاي أمور ممكن يقومون فيها. فإن هذه الأنشطة بسموها السلسلة لها القيمية، لها قيمة تعطي قيمة، والتي ممكن إنه هذه القيمة تتحول إلى مؤسسات تجارية، يعني عملية الغسيل وعملية الكوي واللوندري معروفة هاي، وتتحول إلى شركات ربحية معروفة، شركات النظافة، والتي في النهاية تصنع قيمة حقيقية للمنتج أو الخدمة التي يمكن أن يستفيد منها المستهلك النهائي. ويعتبر الباحثون أن بعض هذه الأعمال تندرج تحت أعمال المنتج وبعضها تحت أعمال المستهلك. إذن المنتج تحت أعمال المستهلك، المنتج وتحت أعمال
المستهلك.